أهلا بكم من جديد إلى تواصل دوت كوم مشاهدينا الكرام. جديد الأخبار التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلها متصفحو مختلف وسائل التواصل في العراق، واخترنا لكم منها لهذا اليوم أربعة عناوين، دعونا معا نتعرف عليها. في العنوان الأول نقف عند حديث جلال الصغير الذي يقول، ماذا يقول؟ إن البعث وأمريكا وراء مقولة المجرب لا يجرب، ومواطن في الديوانية يبعث برسالة إلى مرشح محافظته برفقة نور المالكي. في العنوان الثاني نتوقف عند السيول والأمطار وما يعانيه القطاع الخدمي في العراق، لا سيما ما تعيشه بعض المشافي، وبعد ذلك نذهب وإياكم إلى مقطع مصور يتحدث عن مساءلة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، ومن ثم الختام سيكون مشاهدينا الكرام مع حديث جديد لأبو مهدي المهندس يتحدث فيه عن أعداد عناصر تنظيم الدولة في العراق. أهلا بكم. البداية مع جلال الصغير الذي اتهم البعثة وأمريكا أنهم يقفون وراء مقولة المجرب لا يجرب ويبدي رأيه بهذه المقولة، تعالوا نشاهد معا آخر مواقفه وتصريحاته. مو أروح والله المجرب لا يجرب، يعني على طريقتهم كلهم شيلوهم وجيبوا غيرهم. من يريد هذه القضية أقولها بصراحة، جهتين أساسيتين اللي يريدون هاي القضايا، اللي هي إبدال كل الوجوه لا سيما الوجوه اللي تعرف العدو وتعرف مكائد العدو وتعرف كيفية ألاعيب العدو وأين تكمن مؤامراته وبأي طريقة يتنفس ويتحرك. هؤلاء الأمريكان منذ بداية كانوا يتألمون أن هؤلاء موجودين، اللي يعرفون ألاعيب الأمريكان، اللي يعرفون يعني كيف تخطط أمريكا، كيف تتسلط على الشعوب، كيف تخدع الشعوب، كيف تبتز الشعوب، كيف تستثمر كل الخداع من أجل تضليل الشعوب، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مرغوبين. الأمر الآخر البعثيين، من يعرف بجرائم البعث وطريقة البعثيين وماذا أحدثوا وما إلى ذلك، هؤلاء هم الذين تشدد هؤلاء على إسقاطهم وتسقيطهم. ليش؟ الآن جت أجيال ما تعرف من البعث شيء، بل عندهم صار من الواضح بعضهم يقولون مش بيه البعث، كأنه عاش بالسجون وكأنه شاف المقابر الجماعية وكأنه كل الجرائم اللي صدرت من الملك. لذلك بشكل طبيعي يريدوا لهم ناس يجيبوهم ما عندهم خبرة في مواجهة العدو، ما عندهم خبرة في معرفة الألاعيب وكشف الخدع اللي موجودة، بعد ذلك يقدرون يضحكون عليهم بأي طريقة. المتدين بهم إذا ما يبتزوه، عفوا إذا ما يخدعوه ويغروه، بذاك الوقت يروحون يخضعوه لواحدة من المشاكل وبالنتيجة يبتزوه بالتخويف أو بغيره، وبالنتيجة ينحرف المسار. الآن إلى الديوانية. أحد المواطنين يوجه رسالته إلى المالكي والمرشح رقم واحد في محافظة الديوانية وقال لهما إنكما لم تقدما شيئا في الدورتين السابقتين وإن المالكي سبب خسارة ثلثي العراق. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة وأنا راجع للبيت اليوم، لأن تعرفون أنا أهلي بحي الصدر الرابع من المناطق المنكوبة ديوانية، شاهدت هذه اللافتة اللي موجود بها الحاج عبد الله النائلي والمالكي نور المالكي عن ائتلاف دولة القانون رقم واحد اللي هو عبد الإله النائلي. أنا أريد أسأله سؤال واحد، إيش قدمت للديوانية أنت على مر حكومتين بالبرلمان؟ ممثل الديوانية الحكومتين 8 سنوات، إيش قدمت للديوانية؟ هاي واحد. والمالكي إيش قدمت للعراق بشكل عام أنت حتى ترشح؟ هؤلاء الشخصيتين ما قدموا شيء للمدينة، للديوانية أولا وللعراق ثانيا. الحقيقة أول شيء أريد أن أنتقل سيد المالكي، تعرف أنت كل ضباط الدمج أنت وجدتهم؟ تعرف سقوط ثلث العراق بسببك؟ بسبب حكمك الفاشل؟ هذا واقع لا يختلف عليه اثنين. تعرف سبب خراب هاي المدينة هي حكومتك الفاشلة؟ الآن نتجه وإياكم إلى محافظة كربلاء، وهناك علي المالكي وهو بالمناسبة ابن شقيق نوري المالكي يقول إنه لولا خامنئي لما بقيت راية للشيعة في العراق.
نتابع معه. صراحة وقفت جمهورية الإسلامية موقف مشرف بالمال والسلاح، وكذلك أيضا كان هناك كثير من الشهداء، ويمكن بعض اللقطات اللي تصلنا من الحدود العراقية الإيرانية لنرى عشرات الشهداء يوميا من الجمهورية الإسلامية. على أحد الأخوان تكلمنا على أطباء من إيران الآن عافوا وتركوا عياداتهم بالجمهورية الإسلامية، توجهوا إلى العراق لمعالجة الجرحى كلها، وعلى رأسها سماحة ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنئي. بصراحة بصراحة لولا علي الخامنئي وجهوده وجهه الجمهورية الإسلامية لم تبقى راية الشيعة. الآن إلى قضية أخرى أصبحت حديث الشارع يوميا في العراق، وفي ظل مسؤولين للأسف مشغولين بالترتيبات للانتخابات القادمة، الفيضانات مستمرة، وبالمقابل هذه الفيضانات لا تجد طواقم عاملة ولا بلديات لتهتم بها. إلى محافظة دهوك وكيف غمرتها مياه الأمطار، دعونا نشاهد سويا. ما الذي يعانيه أكبر مستشفى في المثنى؟ إنه بحسب مواطنين وصحفيين أيضا يتعرض للاندثار. السلام عليكم، اليوم متواجدين في أكبر المشاريع المنفذة بمحافظة المثنى، مشروع المستشفى الألماني اللي سعته الفعلية يوصل أكثر من 400 سرير، يعني حتى 500 سرير. هذا المشروع بدأ العمل به من 2012، وانسحب العمل من عنده نهاية 2015 بحجة أنه الشركة متلكئة. أوكي، الشركة متلكئة بالعمل، تم سحب العمل من عندها. طبعا الإنجاز الفعلي بهذا المشروع وصل 80% من حيث الهيكل، 80% مثل ما تشوفون، 80%. شوفوا هذا المشروع الضخم اللي جاي تشوفونه حاليا هسه، هذا توقف، صار له سنتين متوقف، بعد لسنتين 3 سنوات يتعرض للاندثار، يعني هذه البناية كلها تنتهي. ليش؟ لأن العمل انسحب من الشركة المنفذة. أوكي يا وزيرة الصحة الدكتورة عديلة حمود المحترمة، أنت سحبت العمل من الشركة بحجة التلكؤ، شنو البديل؟ البديل مالتك شنو حاليا؟ مستشفى 400 سرير، ما عندنا غير مستشفى الحسين التعليمي، ها، مستشفى الرميثة، ومستشفى الخضر اللي عضهن ذاك ويعوص، حانين على أيام قبل. شو وقت تسوي لكم إنجاز بخير؟ نقول هذا الإنجاز سوته الحكومات الديمقراطية، حكومات بوش اللي جابها بوش وإجا. شو وقت تسوي لكم إنجاز لكم بحظ نعترف به؟ 400 سرير وبي قسم للأمراض السرطانية وغسيل الكلى وعمليات كبرى وصغرى ونسائية وأطفال و16 صالة عمليات. شو وقت لو تعودتوا على الخرائب، تعودتوا على الأشياء المتهالكة، ما تردون نسوي لكم شيء بخير لهذا المواطن اللي كان ينتظر من عندكم أبسط الأشياء. الآن وإياكم نشاهد عراقيين للأسف يجمعون النفايات لكي يخرجوا منها بما يفيدهم، بينما الأحزاب السياسية صرفت مليارات الدنانير على الدعايات الانتخابية بحسب قول كثيرين، نتابع معا. فيديو؟ قولي هذا ليش رايح؟
احكي لنا شوي يعقوب عليه. يقوم يا ماشي بالفيديو. اي والله شوف شو سولف. شوف 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 شلون راح شوف يهتمون على هذا النفايات. شوف 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 يابو شوف شلون تقوموا عليهم. اي والله هاي تطلع من قطيه تطلع من حديد. هذول على صدق ميتين من عندهم. هاي ميتين. الآن إلى موضوع آخر. ناشطون يسألون خالد العبيدي وزير الدفاع السابق من أين لك هذا؟ نتابع معه. ومن العبيدي إلى أبو مهدي المهندس الآن. تصريحات نائب مسؤول ميليشيات الحشد أبو مهدي المهندس الجديدة عن وجود آلاف الأفراد من عناصر تنظيم الدولة في العراق. تلك تصريحات جديدة. نتابع أبرز ما جاء فيها. لا زال الوضع الأمني والعسكري حرج. أنا أصارحكم بالموضوع. يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى استقرار. عندنا كل حدود السورية كلها، عندكم الحويجة، لا زال الوضع. يعني أنا أتحدث بخلاصة وحتى ما أطيل عليكم، إحنا نعتقد حسب أرقامنا وأرقام دقيقة يعني دراسة بها، أنه داعش المسلحين من عنده 60,000 المسلحين من داعش، هذا الإجمالي. 20,000 تم القضاء عليهم، 20,000 آخرين، 23,000 آخرين تم بعضهم أسرهم. عندنا في حدود الآن بالسجون 7,000 إلى 8,000 داعشي بعنوان داعشي عند القضاء وعند السجون. البقية سربوا، ترك، سافر للخارج زي اللحية وشرهت، أخذ عائلته وطلع برا. هذا بحث. بقى عندنا ما لا يقل عن 20,000 مسلح، 20,000 مسلح داعشي بالعراق اللي كان يفجر بغداد. هنا هاي تفجيرات يوم الاثنين الأسود والثلاثاء الأسود كذا، حوالي 120 نفر كانوا في محيط بغداد، كانوا 120 نفر. الآن في محيط بغداد حوالي 200 نفر هسه مسلحين، عندهم شغل، عندهم روح رجعة، عندهم يقدرون يشتغلون. وأنا ما أريد أسوي الموضوع مظلم، بس ما نقول إحنا القضية وردية، يعني لا زال الموضوع الأمني قائم. الآن إلى فقرة آراءكم. ما هي حكاية الأرز الفاسد؟ تلك حكاية تبين جانبا من حقيقتها الصور التي ستشاهدونها الآن. من الذي يقف وراءها وموقف الشارع منها؟ نشاهده معا بعد قليل في التعليقات القادمة. في التعليق الأول الذي سيظهر عليكم الآن بعد قليل نقرأه عليكم، وكتبه أو كتبته سارة، تقول: حرام والله قتل النفس، مواد غذائية، إكس بير الله ينتقم
منكم. سارة تريد أن تقول بشكل أو بآخر إن هذه مواد فاسدة وتضر بالعراقيين، والحرام كل الحرام على من سمح بإدخالها وعلى من أحضرها وعلى من يروجها بين جمهور العراقيين. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي شيخ يكتب: هذه ليست المرة الأولى يسلم فيها المواطن رز فاسد بفضل وزير التجارة وكالة الفاسد، فقد سبق سلمنا في كركوك أكثر من مرة رز فاسد، المواطن يصرخ لكن ما أحد يسمع. شيخ بشكل أو بآخر يريد أن يتهم مسؤولين في العراق أنهم هم الذين يوزعون هذه الكميات من الأرز الفاسد دون أن يراعوا ضمائرهم، ومن قبل ضمائرهم دون أن يراعوا الله عز وجل بحق العراقيين، فينشرون هذه الأطعمة الفاسدة للأسف. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي محمد العراقي يكتب: وإن وزير التجارة هسا مرشح ورديت على الرز الفاسد يا فاسد. محمد يقول: لربما بعض المرشحين يتحدثون عن الأرز الفاسد اليوم لأنهم بحاجة إلى كسب المزيد من الأصوات، لكن أين الوزير وكيف سيرد على هذه الحالة؟ إلى تعليق جديد. في التعليق التالي نور تكتب أو نورة تقول: أصلاً صار سنين إحنا نشتري مواد غذائية حفاظاً على سلامتنا. نور تقول إن كثيرين من العراقيين يضطرون للشراء من الأسواق التجارية، وبضائع ربما تكون غالية الثمن، ولكنهم يفضلون بذلك أن يحصلوا على بضائع من خلال أموالهم الخاصة أفضل من أن يأخذوا البطاقات التموينية التي تعطيهم أرزاً فاسداً. إلى التعليق الأخير. في التعليق الأخير نقرأ ما كتب حازم: زين شنو الإجراء اللي اتخذ بحق مسؤولي المخازن؟ هذي وينهم اللي يدعون النزاهة وحقوق الإنسان؟ لو بس اكتشف وطمطموها. حازم يقول إن العراقي للأسف هو الذي يدفع الثمن، وهناك مرشحون يحاولون أن يسوقوا أنفسهم على حساب العراقي الذي لا تقدم له هذه الجهات التي تسيطر على العراق وعلى مستقبل أهله، لا تقدم لهم للأسف إلا أرزاً فاسداً وحياة سياسية فاسدة كما يقول العراقيون. الآن نذهب إلى تويتر. الوسم الإلكتروني أو الهاشتاج الذي نشط خلال 24 ساعة الماضية هو هاشتاج جمعة الترقب، وهو هاشتاج غرد عليه ناشطون عراقيون. نذهب الآن وإياكم إلى التغريدات الأربع التي اخترناها لكم في هذه الفقرة، والبداية مع التغريدة الأولى، وفيها ما كتب عبد الكريم الغضبان يقول: مهما حاول البعض من إنشاء حراك يستعيد للعراق أو يستعيد للعراق عافيته يواجه بالفشل، لأن أحزاب السلطة لا تسمح بالبديل أو التعافي البلد، كون ذلك يعريها ويفقدها مكاسبها جمعة الترقب. هذا الشاب يتحدث ويقول إن هناك من يحاولون أن ينقذوا العراق، ولكن بالمقابل هناك سياسيون فاسدون هم الذين يريدون الذهاب بالعراق إلى مزيد من العتمة والظلام، حتى وإن كان على حساب من يرون الأمل بالمستقبل. إلى تغريدة ثانية. في تغريدة التالية محمد جعفر يقول: عندما نقول هناك وجوه جديدة لهذه الانتخابات، هل سألنا أنفسنا من يقود هذه الوجوه؟ إن الذي يقود هو نفسه رئيس الكتلة، والذي هو موجود من قبل، لذا برأيي لن نغير شيئا ما دام رؤساء الكتل هم نفسهم، فهم الذين يقودون الوجوه الجديدة جمعة الترقب. محمد يقول إن هناك مسؤولين سياسيين، وإذا كانت الانتخابات القادمة ستبعدهم عن المشهد، إلا أنهم ما زالوا رؤساء كتل، وحتى إن أفرزت هذه الكتل شخصيات ووجوها جديدة، فإن رؤساء الكتل هم الذين كانوا سياسيين سابقين، وبالتالي سيقودون السياسيين الذين ستفرزهم الانتخابات القادمة، لأن رؤساء الكتل باقون ولا يتغيرون. إلى تغريدة ثالثة. في التغريدة التالية مرتضى يكتب: اليعقوبي واحد من المراجع بين هلالين، واقف وراء زجاج مصفح بخطبة الجمعة ويطالب بمحاربة الفساد، وهو حزب الفضيلة التابع له، أكبر الفاسدين. إذن مرتضى يتهم أحزابا بعينها أنها هي سبب الفساد في العراق. الآن إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة عمار يكتب: الخطبة أجت برسالة واتساب من طهران وضحكت على الناس حتى يروحون ينتخبون نفس القوائم اللي صار لها 15 سنة تحكم.
عمار بشكل أو بآخر يريد أن يقول إن هناك وجوها تعمل من خلف الكواليس تحاول أن تلمع صور بعض المرشحين الذين هم أصلا سياسيون ورزحوا على صدر العراق سنوات لم يجلبوا فيها للعراقيين ولا العراق إلا مزيد من الهوان والذل والدمار والفقر كما يقول كثيرون من العراقيين. بعد الفاصل نذهب إياكم إلى الفقرة الأخيرة وهي فقرة المقاطع المصورة. في المقاطع المصورة مشاهدينا الكرام، البداية من فلسطين، وهناك فلسطيني فقد حلمه بسبب الاحتلال الصهيوني. دعونا نتعرف على ما حدث معه. الظروف الداخلية في لبنان والتقسيمة الديمغرافية والسياسية نتعرف عليها في المقطع الآتي. لبنان به 18 طائفة مختلفة تتبع 3 أديان فقط، أهذا يكفي لنعرف الباقي؟ منذ الاستقلال اعتمد نظام الحكم على قاعدة واحدة، الطائفية السياسية. الحكم في لبنان موزع على أكبر تلك الطوائف، رئيس الجمهورية مسيحي ومن الطائفة المارونية حصراً، رئيس مجلس النواب مسلم شيعي، رئيس مجلس الوزراء مسلم سني. ماذا عن تشكيلة البرلمان؟ المقاعد مقسمة أيضاً على الطوائف 18، وقوانين الانتخابات تقوم على الطائفية أيضاً في الترشيح والاقتراع. والكفاءة؟ لا، في لبنان الطائفة أهم، والأمر ذاته ينطبق على الوزراء وكبار موظفي الدولة وقادة الجيش والأجهزة الأمنية، وبذلك تحكم لبنان فيدرالية طوائف غير معلنة، والنتيجة عدم استقرار، فراغ في رئاسة الجمهورية، إخفاق تشكيل حكومات، تعثر إجراء انتخابات برلمانية. باستثناء ما سبق، لبنان بلد جميل، بسيط، غير معقد أبداً. إنه أمر جميل أن يتعرف الواحد منا خصوصاً العرب على طبيعة المنطقة التي يعيش فيها والدول العربية التي تحيط به، يتعرف على طباعها، ظروفها، سياستها وكل ما فيها من تفاصيل. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم تواصل.com. لاحقا ألتقيكم على خير، إلى اللقاء.